7 effect. فأول أسبوع وقيت كان في السيد رئيس مجلس إدارة الأهرام يركب الملك وشنا وراح ما تستلم. خير يا أستاذ، أنتم طلبتوا هذا التعيين صحفينا وموظفين كله، لأنه قرار خدناه وقف تعيينات، سير من التعيينات بكل بساطة، مواصلات تحصل وعمالة تعيين، كيف تتصل زاد؟ أول قرار خدناه وقف تعيينات، القرار ما عملوش، لما نستلم، لما نقفل، لما نقفل. وتم تعيين اخر. اول ما تطلع تعيين رضا مبنى جنب. خير في ايه؟ لا يوجد مليم في القران. مؤسسة العظيمة دي لا يوجد فيها مليم جنيه بسبب مرتبات. كانت مشكلة كده جدا. فأول اقتصاد اقول الاقتصاد دي موجودة تلفزيون شهريا. الاقتصاد دي موجودة مؤسسة أحكام قومية موجودة شهريا. مسألة الإيرادات والمصروفات. الإيرادات منين؟ ما عادتش. لأن الدرجة الأولى انعكست أزمة الدولة الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية اللي تراكمت عبر 7 سنوات على مؤسسة الأحكام القومية وعلى التلفزيون. قبل أي مشاكل تطالب المستقبلية. فالأمر الدرجة الأولى مشاكل اقتصادية انعكاس للمشكلة اللي بتعاني منها الدولة. ثالث ضرب فيها الإعلام بالكامل، الوزارات اللي كانت بتدعم مؤسسة الأحكام القومية كل وزارة بتروح تاخد السكر بالكامل. وكانت النتيجة إيه؟ انهار التمويل الاعلان اللي في جهه التلفزيون ونهار التمويل الاعلاني خلال مؤسسة الاحكام القوميه وبناء عليه اصبح فنان في خلل كبير جدا من طول اقتصاد اذا هناك مشاكل ماليه واداريه كبيره جدا تواجهها مؤسسة الاحكام القوميه وهذا الامر تطلب مننا يعني بالفعل يعني الاهرام بدا تضيق تشكيلاتنا فوق الغالي الاستاذ محسن وتكلمت بقولت برئاستها وحضرت وحصلنا مشاهد قصر للاهرام بالكامل ووصلنا للازمه المتراحمه محصلة الأستاذ علي ثابت لما قال إن في عندنا عجز شائع 60 مليون جنيه، 60 مليون جنيه دول يساووا المرتب. كلمني عن مستقبل الإعلام القومي في إطار التحديات الراهنة. الحقيقة المؤتمر النهاردة اللي بيعقده معهد الشروق للإعلام في جلسة مطولة عن مستقبل الإعلام القومي. الإعلام القومي يضم الإعلام المرئي والمسموع والإعلام المطبوع. الإعلام المطبوع المقصود به مؤسسة صحفية قومية والإعلام المرئي والمسموع مقصود به سابقا حد إذاعة والتلفزيون كلاهما لابد من العمل على حل المشاكل التي تواجه كل منهم حتى يمكن العمل على الاستفادة من طاقات الموجودة فيه وبناء عليه دور الهيئة الوطنية للصحافة حاليا هي أنها قامت بدراسة كافة المشاكل وحصرها وتتبع كل جذور المشاكل الموجودة للعمل على حلها حتى يمكن إزالة كافة العقبات التي تواجه هذه المؤسسات للعمل على الاستفادة من أقصى طاقة ممكنة من هذه المؤسسات لتطوير الإعلام المطبوع في مصر. مسؤولية كبيرة أوي بتتحملها الهيئة الوطنية للصحافة في هذا الواقع وبالفعل خدت خطوات من نحو الإصلاح المالي والإداري من الهدف الرئيسي نحن نسعى إليه في الأيام الحالية في الفترة القادمة حتى يمكن بالفعل من خلال الطاقة الكبيرة التي تملكها هذه المؤسسات من صحفيين ومن إمكانيات طباعية قوية ومن تطورات كبيرة تتميز بها هذه المؤسسات من هنا يأتي الدور الكبير المنوط به هذه المؤسسة الصحفية القومية لأن الدور الأول بيأتي عليها في مسألة توصيل المعلومات المطبوعة خلال وسيلة مطبوعة للجمهور المصري.